ألو صباح الخير. اثنين ضد اثنين ضد اثنين ضد اثنين، كل اثنين ضد اثنين يلعبون بالمكان المخصص لهم. فريق يهاجم هدف منافس له الفريق الآخر، يهاجم الهدف المقابل، يعني فريقين يلعبون على هدفين، دافع عن هدفك وهاجم هدف المنافس. اشتراط تعليمي وهو أن كل اثنين يكون في مكانه، يكون هناك لعب بزوايا، مناولة بزوايا، التحرك على جانبي الهدف، وهذه حركات ومواصفات جيدة. بمجرد تقسيم الساحة إلى أربع أقسام ووضع اثنين ضد اثنين في كل مربع أو مستطيل حسب العمر والنضوج والمستوى الفني للاعبين، بس ما في أي إشكال. 10 دقائق، انهي العشر دقائق، أعطي فترة راحة والعب حر الآن، ما في اثنين ضد اثنين، يصير لعب ثمانية ضد ثمانية حر، ثمانية ضد ثمانية حر، فيكون هناك تدريب، يعني احنا نسميه التدريب الأول، يعني البيربس الغرض ماله قليل، لأن تحديد اللاعبين بهاي المناطق في اللعب الواقعي صعب. لكن من ننتقل للفعالية الثانية ونعطي حرية للاعبين بالتحرك في كل المربعات، ما في شرط اثنين ضد اثنين، وإنما الشرط هو ثمانية ضد ثمانية على هدفين، بس يكون أنت يعني أديت ما يعرف بالتقرب، تقرب يعني نحو الوضع الطبيعي للمباراة. هدفين، كرة، حراس مرمى اثنين، لاعبين، أند ترانزيشن، تحول من الدفاع للهجوم ومن الهجوم للدفاع، والجيم الأخير تطبق كل فعاليات وشروط اللعب الحقيقي. نسأل الله لي ولكم الصحة والعافية، ودائما وأبدا صلى الله على سيدنا رسول الله. شكرا جزيلا لما فقدنا.